دونك سي ابراهيم باش نبداو نحكيو اليوم في رامي الاربعه كيما العاده موضوع سياسي باش نحكيو على حاجه منتشره برشا في الساحه السياسيه نتاعنا. الحاجه ذي هي القلب. شنو هي؟ القلب. القلب واحد يكون عبد يتقلب علينا في صار تعرفهم سيروا في العمل نتصور فوالا دونك هي باريتاب مش سهله كيك فما اونشينمون فما ديمارش نتاع قلب. خاطرنا هيت ناخذوا احنا ليكزامبل نتاع ائتلاف الكرامه سيف الدين مخلوف وقلب تونس. اول ايتاب هي شنو؟ اول ايتاب هي انك تبدا تسب فيهم يا فاسد يا درا شنو يا درا شنو ايش بيك يا بيك يا عليك. الايتاب الثاني انك تجبد كلامك لا ما غلطت ما نقصدش ودرا شنو غلطوني يوسف شاد غلطني. الايتاب الثالثه والاهم هي تطلب السماح ان شاء الله فرحت سي غازي ان شاء الله فرحت سي نبيل وكجاو. والايتاب الرابعه واللي هي وصل لها توا سي سيف الدين مخلوف واللي هي ايتاب الكوبي كولي مختيره مختره ايتاب الكوبي كولي اللي هي ايتاب الحفاظه. اي حاجه يقولوها القيادي نتاع قلب تونس راهو سيف الدين مخلوف باش يعاودها بريسك متمو. اليوم نحسوا فما لوبي كامل قاعد يتكون في اتجاه معين وهناك نقاش سياسي. طبعا اللوبي الاعلام في تونس لا يقبل هذا الطرح. لوبي الاعلام في تونس اللي هو لوبي سياسي اللي لقيناه عند سي هشام مشيش وهذاك علاش احنا ساندناه وهذاك علاش شجعوا فيه وهذاك علاش ماشيين معاه. لقينا الراجل متجاوب وفاهم شو يلزم. وقت اللي حكينا معاه لقينا الراجل متجاوب. ماناش عليه مآخذ متعاون يعني كل ما نتواصلوا معاه ولقينا انسجام متجاوب معناها انا نحسب باش نقول لك اللي بدايه المحاسبات اعتمدت على فيسبوك. محكمه المحاسبات وهذا على مسؤوليتي المعطيات اللي عندها من فيسبوك لا حفاظه كوبي كولي ما فماش مجال للتميز هكا ما تزيدش يا رسول الله. كلمه فيسبوك ما بدلها حط مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام مثالش حط حتى تويتر اي حاجه على القليله بدل. والتبديل هذا راه منتشر في كل بلاصه موجود في الاعلام موجود في السياسه اما فيش يتبدل. فما عباد تتبدل في اراها السياسيه فما عباد تتبدل في الكومبورتمون. انا لهنا ليكزامبل تاع سيروت في العماري كلنا نثبتوا على سيروت في العماري عامين التالي كيفاش كان هكا بالضبط. ما تكبرش النفوس محموقه ومسحوقه بطبيعتها. عباد مش لاقين حق الغاز، عباد ما كان لهم الفقر والميزيريا والثلج يعني حكومات متعاقبه بسياسيتها شنو هو؟ نصيح معناتك القرجومه وكالجو وين وذي وين وذي سي لطفي كنت ما مصلي يعني بيكي تحكي القصعه الدور يا حسره اي مات سي لطفي توا تبدل سي لطفي ماشي اكثر توا في الايموسيونيل ماشي في الاحساس حاجتك فضل شاكر سمعني ترى الجمهوريه بدون استثناء. كل قايل علاش مش من الاول هذايا خاطر بخيفو انه بقيه الولايات باش تعبر على غضبها واستيائها. كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عن كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه. سي لطفي الاحساس هذايا عند ثلاث كاظم السير هاني شاكر وسيروس في العماري ما تفادلكش الاحساس هذايا ما فماش. وفما باركونتر فما عباد في حكايه التبديل نقعدوا فرتام فما عباد ما تبدلش مبادئها ما تفادلكش بها كما نعرفوا الناس الكل القفه مبدا مش سهل عبد قفيف باش تردوا ماهوش قفيف كنا نتذكروا العبد هذايا. مش فاليك يا سيد الرئيس مش فاليك هذايا كلنا نتذكروه. فركسنا عليه ما تعرف احنا الروبريك هذايا روبريك هذا في برنامج في احنا في روبريك وكلمنا حمزه بلوم علاقاتنا الكل فركسنا عليه ولقيناه ولكن تبدل معاش مع يوسف الشاهد ما تعرف الدنيا مع الواقف. دونك المره هذايا مع عبير موسي وماي القصوري سامحنا سي لطفي. فما تصدي جاريهم في 2013 وتتذكر هاي وحدايا ماي القصوري بالمناسبه نرحب بيك ونجم وحشناك يا باي توحشناك يا مي امه تروح من عمرها يمكن ما يفرحش بيك هيك في المختار عمته مي هاي طلب ليشز به نخرج من حكايه التبديل وتوا نحكيه على عبد خسرناه في الاعلام والله خسرناه في الاعلام وهو كان يعطينا برشا متيار كان هكا يفرح بينا اللي هو سيبولا بيار اللي جاء الاخر في الانتخابات الرئاسيه والحاجه ذي خليته عام يغيب على الاعلام. الجمعه ذي رجع يظهر ورجع في اي اف ام وما حبش يجي يده فارغه لعبت وحشته جاب لنا شكاره سكوبات مرجنا سكوبات ستريسينا بالسكوبات ساعتين ويعطينا في السكوبات. لا انا نفس الغنوشي لا نفس الحكايه اليوم داير نعطيك سكوب المشكله حتى كرينا في الصوره في نعطيك سكوب اخر. شنو رايك تقول للاسف والا احسن لعبد الفتاح مور
بلي نحكي نعطيك سكوب اخر. ميسالش ميسالش شكون ولد حومتك برافو اللي دخلت خاطر عملوا فيه لا ميسالش قالوا له حاتم جبت لنا حاتم عمل فينا قلنا نقول لك حاجه انا خلينا نعطيك سكوب اخر. شنو تحب تواصل اليوم في الحياه الاساسيه؟ وعندي سكوب اخر مرحبا بعد الفاصل بعد الفاصل في الاخر سكوب كوميدي الاخر دونك سي بولا بيار جايب لنا سكوبيت هو عنده الحق يحب يقنع العباد باللي عنده راه عام غايب دونك لازم يجيب حاجه على عكس ياسين العيار اللي موجود في كل بلاصه تبدا الدور ناسيونال جيوغرافي الدور تلقى ياسين العيار في كل بلاصه اي ميسيون تجي ما يهموش في النوايا نتاعها راه باش يمشي لها ماهوش باش يخمم. ياسين العيار النائب المستقل بمجلس نواب الشعب عن حركه امل وعمل. مرحبا بك سيد نايف. اهلا بسيد المستمعين. بونجور ياسين. اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بك ومرحبا بسيد المستمعين. انا ايميسيون اوتوموبيل هذيك على شنو باش نحكيو اليوم. يشرفني للحديث في كل هذه المحاور يحضر معي ضيوف الكرام اولهم السيد ياسين العياري لاول مره في برنامج رياضي عضو مجلس نواب الشعب. شرفني بحضورك سي ياسين. اهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين. مرحبا. شفت دونك سي ياسين حضر في برنامج تاع السياسه، حضر في برنامج نتاع كراهب يا رسول الله نتاع كراهب، وحضر في برنامج تاع سبورش. مازال له تو بعد احنا البحث اللي عملناه مازال له برنامج تاع صغار، عندوش هكا شبهه فساد تاع تالك، شبهه فساد تاع بيبرونيت مش عاجبينه، دونك هذاك مازال له سي ياسين العياري. فما حاجه اخرى الموضوع هذا يهم مريم بمامي يهمها اكثر واحده، فما حاجه منتشره في تلفزيون لاحظت اللي هي الفرنسي، لاحظت ما مولير ما ماتش اللهم صل على النبي، راه والله العظيم فيكتور هيغو مازال بحذانا. جمعه صعيبه ازمه نتاع فرنسي في فرنسا الجمعه هذه. جست انا اخترت معناتها دو فولي اونتخ العباد المخيبهم غنيت المغني والعباد المحليهم ينجم تجيبهم غنيه. منطلق محمد انت شنيا باش ما تحكم تاع العباد انت شكون؟ والله انا شكون؟ انا خويا بيرسوناج بوبليك موجود نقرا وي 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 جو في ان ستار جو في ان ستار جينيرالمون ريت كي ندخل للريستوران كي ندخل للريستوران كلنديميج ولا 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 والبهرج انبهار انبهار عملت ان ديستانس عملت ان ديستانس في الدنيا قطعنا الاولى بدينا ما نرحموش احنا ان ديستانس قاعد انت ما ترحم لا والله نرحم ما هما جاوا في العرض ان شاء الله قريب شي يجيني باي لا لا والله دونك هذه الحاجه المنتشره في الحكايه هذيا مشكله في الفرنسي وهو راه في التلفز عندنا مشكله ظهر لي مع اي حاجه قرينا في الابتدائي فرنسي حسابي قاض علمي مريم بن مولاهم مولاهم او شيخه في الحساب عندها حسابات لهم صلي يعني بيترا استنى معناتها على اساس نصفه على اساس مش نقولوا الدلاجي شنو هو اللي سبعه مرات سبعه في بيك نمبر في بيك نمبر في بيك نمبر شفتهم سبعه معروفه سبعه تسعه 13 هذوما حاجات هذوما قواعد وبرج ولاية ما كل ما نظموهاش ما نظموهاش مريم بن مولاهم راهي غلطة برود يا رسول الله ضيفتكم ما توفروا ليش طريف عويت طريف قراص تنور وجهها قدام العباد شنيا هذايا والله عيب عليكم دونك هذايا هي 13 دونك هذايا صح مريم بن مولاهم نوفاو كيما العادة بجائزة الأسبوع وهي جائزة نكتة الأسبوع والمرة هذايا من الساحة السياسية سي طارق الكحلاوي أعطانا نكتة وحساسة نكتة كلها مش أو شيخة شيخة عواطف مع سي طارق الكحلاوي. هكذا قال رئيس الحكومة ولكن لقيتكم تتبعوا وما كومش يعني من علاش ما قلتهم غاضبين شويه ولا ندراش فما طارق كحلاوي؟ لا انا ماذا بيا حتى شويه عواطف معناتها اش قلت قبيلك مش عواطف طفله ما عواطف من عند من عند فيلم الشيشي. شفت الجو والشيخه والكيف والوسع البال معروف عنده فيرسيون اخرى اخرى زاد نتاع هذيك اقبال الشباب على الواحد مش اقبال الشباب مش اقبال جارتنا عسل عسل سي طارق الكحلاوي يسلموا عليه برشا دونك ينجم يسلم جايزتنا تسلمها له عواطف كان بحذانا بيان سور ان شاء الله دونك فوالا هذا هو اللي عندنا اليوم عايش ميرسي بوك عايش عايش